صباح الخير يا جماعة، يا رب تبقوا كويسين. أنا كنتش حابب أتكلم بس الموضوع خد أكبر من حجمه بزيادة. حابب أوضح كام نقطة صغيرة عشان الموضوع يتقفل نهائي. بيتقال إن في مشهد بسبب إن هي كان هيقص نبض إيد منا ومش عارف إيه، وهي رفضت بسبب ده اللي حصل الخلافات وأدى الانفصال. مفيش الكلام ده خالص، والمشهد أصلا كان عبارة عن إن هي تتشال وهي رفضت إن هي تتشال، وهي رافضه من الاول. احنا بنتكلم دايما مع المنتج او المخرج ان مفيش مشاهد بوست، مفيش احضان، مفيش شيل، وهي حاطه رولز، وزي اي فنانه محترمه حاطه رولز وعندها خطوط حمراء بتحط حاجات كتير. بس احنا مش لازم نوصل الفن بطريقه وحشه، ممكن نوصله بطريقه محترمه، واحنا في مجتمع يعني شرقي المفروض نراعي ده. ما كانش بسبب الموضوع ده، وكان حد اتصل من الكاست يعني ان هو وصل لي الموضوع بطريقه غلط برضو، كان من سبب مشاكل كده، بس مشاكل تخصنا انا ومنا، والحمد لله ما فيش اي حاجه، مشاكلنا حليناها مع بعض وما فيش اي حاجه بيني وبين منا الحمد لله. مكملين وان شاء الله دايما ربنا يديم المحبه ما بيننا. و انا يعني مش عايز اقول لكم انا بحب منا، انا بعشق منا بجد يعني، وفي كل يوم بتعلى في نظري اكتر، ومفيش اي حاجه من اللي منتشر دي كلها شائعات ومفيش اي حاجه. اظن الموضوع كده اتقفل وانتهى، وبس اتمنى اكون ما طولتش عليكم، بس خير بقى.